أنتم في الاستماع لميد راديو الإذاعة القريبة منكم وبرنامج بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. أهلا بك بروفيسور. مرحبا. مرحبا ليلى سناء، بارك الله فيك. شكرا. دائما مواضيع اجتماعية كتخص الحياة الأسرية وأفرادها داخل المجتمع، واليوم غادي نرجعوا للعلاقة الزوجية. كاين بعض الأزواج بروفيسور اللي ما تيقدروش يتجاوزوا اختلاف العقليات بالرغم من المحبة اللي كتجمعهم. يعني دائما في مجتمعنا المغربي كنتكلموا على عقليات مختلفة، يعني أثناء مصاهرة العائلة مع بعضهم من مدن ومن جهات مختلفين، فواش يعني كاين عقليات اللي كتاثر على الناس وكتجمعهم كتجعلهم يعني ما كيتماشاوش مع بعضهم، ولا هذا مجرد تعليل وضعوا المجتمع باش يلقى مخرج ليه، ولا كاين واحد البنيه فكريه وراء ما يسمى باختلاف العقليات؟ شنو قراءتك البروفيسور للموضوع؟ هو كاين واحد الحقيقه وراء جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صيغة الإجعال هي راه حقيقة، ماشي زخرفة ولا واحد لعبة تمثيلية. أنا من الناس اللي تنحب الموسيقى وكناخذ منها معلومة على البنيات الشخصية والنفسية ديال واحد المجتمع. اللي كتشوف الرقصة ديال أحبابنا الأمازيغ ولا الرقصات ديال القبائل الصحراوية، اللي كيثير الانتباه ديالي هو كيفاش كيتفاهموا بالعينين، كيفاش الفرقة الأمازيغية إناث وذكور إشارة بالعينين، ما كيمشيهم لا اورك لا شفضر، كيستلم مدربين لا في معهد ولا والو، تهز عينيها وتيديروا حركه واحده في بلاصه واحده بجوج يا بربعه يا بسته. كذلك في الرقصه الصحراويه كيفاش الحركات بالاشاره بالعينين. اذا ملي تكون نتايا في واحد المنطقه وتعاشر واحد الناس وما تفهمش لغه العينين، ما غتفهم معاهم حتى حاجه، وهما غادي تجيهم تتقيل، لان كيقدروا يفهموك لغه العين، انت اصلا ما بتعرفش بها، ما اهتميتيش بها. ثم عندنا في الاغنيه المغربيه الله يرحمه شقاره اللي كيغني العرض والجود قابض الحدود. العرض والجود وفهمناهم، وقابض الحدود اية حدود؟ وحنا تنعرفوا المرأة المغربية مأصلة، ما تزني، ما تشفر، ما تفعل الماء، قابضة الحدود، الله قابضة أي حدود. واش الحدود الواقعية اللي هي عارفهم، ولا المعنوية اللي خصها تعلمهم اللي هي ما عارفهمش؟ وهذه الحدود المعنوية اللي حنا غنا علاقة اليوم مع ما كيسميه المجتمع بالعقليات، عقلية عربية ولا عقلية فاسية ولا عقلية شمالية ولا عقلية صحراوية ولا عقلية أمازيغية ولا عقلية ريفية، شنو المقصود من وراءها؟ المقصود من وراءها تموقع الرجل والمرأة داخل بنية الخطاب، وتعامل الشخصين مع الخطاب. فملي كتكلم مع شي واحد تيقول لك فين باغي توصل؟ في الفرنسية ماشي ترجمة ديالها هادي، راه البنيات راه كنلقاهم في اللغات بحال بحال. تيودور مونو تيعرف بهاد البنيات، تيقول عليهم كالصاعد إلى قمة الجبل وكل من قبلة. هاللي جاي من طالع الجبل القمة من الجهة الشرقية للجبل، هو واحد طالع حتى هو القمة من الجهة الغربية للجبل. هادو هما كتلقاهم واحد المفاهيم، كتلقاهم اللي كترجمهم كانهم بحال بحال. فين باغي توصل؟ في الفرنسيه او اسكو تو فون فينير. العربيه فين باغي توصل؟ مقصودك غايتك. عند لي فرونسي او اسكو تو فون فينير، يعني فين باغي تجي. فهادو واش اماكن؟ هاد الجمل ما كيعبروش على اماكن. وواحد بغيتي تديه لواحد المكان وما فسرتيش ليه من غيدوز وعلاش غيمشي من تما، ما تيخافش.
ما كيتعنتش الا خايف بحال الدري الصغير. الدري الصغير بغيتي تديه يلعب فواحد البلاصه وباقي ما شافش اللعاب كيتعطر لك في المشي كيتعطر تتهزو في يدك على كتفك وتعليه وتوريه شوف شوف فين نمشيو اللعاب كيولي سابقك. ملي كنتي مخرجو من الدار باغي يبقى في اللعاب ديالو في الدار مع جداه ما يبغيش يمشي لك غادي وكيتعكل تتهزو تتعليه كتقول لي هانت عمو هانت بابا فين غادي نلعبو تيطلق الدري عينو تيولي كيسبك بك. فهنا كنطيحو في واحد البنيه بنيه الدفع وبنيه الجر. شنو الفرق ما بين بنيه الدفع وبنيه الجر؟ حيت ملي ما تنعرفوش سواء أنا الرجل او المراه بان الخطاب هذا الحديث هذا المراه ما كتعرفش الرجل مثلا ما كتعرفوش زواج ديال العائله جاوا عائله خطبوا فيها شافت السيد سولت عليه عائله سولوا ارتاحوا ليهم الزوج ما تعرفوش ما تعرفش وضعيته داروا العرس كتبوا عقد النكاح قاموا بفعل الجماع صبحوا في بيت واحد كياكلوا كيشربوا اش كيولي كيطرا لما صيفتي هذيك 2000 درهم سيد هذا السؤال ما كانش مستعد ليه يتسول فيه هو راه شفت الروفي ديالك عندك واحد بخليفون كيمشي ديما واحد الحساب داك الحساب ديال من باقي الله شهر باش مزوجين علاش راه حيت كاين الجماع راه حيت كاين طعام نطرحوا هذا السؤال فما بان لكم علاش كيقولوا خابطه الحدود واش خابطه الحدود هو تخيل ام حاجه بحال شي لقاء علمي فواحد النهار مثلا وكتجي شي صحفيه وكتقول لي شي سؤال سؤال ما عنده علاقه مع ديك المحاضره وديك الندوه من باب الاداب والحشمه كتقول لهذاك الصحفي الصحفيه كاين شي سؤال اخر تخيل ويلح هاو تعرفين انا كي داير هو غيلح حتى انا غادي ندخل فاش كتولي كيولي الانسان ما كيفرقش ما بين الجراه والوقاحه لان عندك وتسحب وراه واخا المواطن ناقص عرف في انه يعبر راه ما ناقصش عرف في انه يتذوق مثلا احنا في السهرات الموسيقيه في القنوات المغربيه عندنا بزاف البرامج في القنوات المغربيه الاولى والدوزيام على كيديروا بداو كيديروا المباشر بدا الحمد لله مابقاش كنسمعوا على الكاسيت انا كنشوفوا المباشر الوحيد اللي عنده جوق سماع واعتقد شكل الوحيد اللي لا سمعتي الجوق تيعزف كانه عازف واحد هو الاستاذ عتيق مشيق البرنامج ديالو كتشوف جوق كيعزف كانه على واحد فهنا ملي كتجيب واحد عب وحده كيتحير معاه كامل الاخر بوحده كيتحير مع باطري الاخر بوحده ما كاينش واحد التنسيق كامل لان ماشي غير تعزف جوست ما بقاش انك تعزف مضبوط راك تعزف مضبوط داخل مجموعه موسيقيه تتعزف في المغاربه ما غيعرفوش يعبروا بهذه الدقه اللي كنعبر بها ولكن راه عندهم القدره المعرفيه ديال الذوق ها علاش انا ضد هذيك التعبير ديال اميين حق الاميه لا 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 ما عندهاش علاقه عندهم ذوق المغاربه لانهم حضاره عندهم حضاره حضاره تربي الذوق فملي كيتزوجوا جوج الناس شهر ديال الزواج او شهرين شنو اللي عطاك الاذن باش تمشي سواء هو او هي لواحد المكان بحكم ان جامعكم عقد الزواج عقد النكاح جامعكم طعام جامعكم بيت ولكن فين هي الموده لان المرجعيه ماشي هو العقد راه ماشي هو الفعل ديال النكاح راه ماشي الطعام هذاك الواجب هذاك الواجب كيقوموا به الناس خصنا نحطوا النظر ديالنا على الموده شنو هي الموده وهو عرفتني يقول لنا الله تعالى جعلنا بينهم مودة ورحمة جعلنا من المودة هي من اللي كيبدا الواحد يجي يعطيك الخبر من نفسه ما سولتيش ما قلبتيش على الخبر كيجي كيعطيك شي بحال شي صندوق وكيحلها تيقول لك عافاك شي هاد الصندوق هادي عندي فيها كذا
شتي هاد الحساب عندي فيه كذا. الا شتي الاخر ما حلش لك الاماكن، عرف لي امرين، لخوف ام لانعدام قدره. فاذا دخلتي لهذاك المكان بالسؤال وطرحتي السؤال، اشنو درتي؟ من باب فين باغي توصل، ومن باب واسكو تو فون فونير، واش درتي الدفع ولا درتي الجر؟ وشنو الفرق ما بين الدفع والجر؟ الدفع ما كيساهمش فيه المدفوع، فيه هزة تيترفع. أما الجر كيساهم فيه المجرور. لما واحد خاسر عليه سيارته وجا ديباناج بغى يجره هو داير فرانما، هذه يمكن نجروه؟ اش كتقول ليه؟ على الأقل أخويا ها حيد الفرانما، وكتقول ليه ركب وملي نبداو الفراني وفراني، تيبقى الآخر راك في طونوبيلتو، الآخر جارو كيدير مع الحركات. فإذا ملي كيدخل الواحد بالسؤال هو ما يقدرش يدفعك، لكن يقدر يجرك. والآخر ما باغيش يتجر وما باغيش يمشي لهذاك المكان خوفا من ذلك المكان، أو ما عندوش القدرة باش يكون في هذاك المكان. وحنا واجب علينا التأني، تتحضر المودة. وشنو هي علامة حضور المودة؟ أن الشخص كيأتي لك بالمعلومة من خاطره، كيجيك يقول لك يقطعك. إذا السؤال، علاش ما انتظرناش حتى تربى المودة؟ وعلاش اقتحمنا فضاء ديال السؤال عند الآخر غير بحكم أن عندنا الصفة الناكح أو المنكوح، وديال الطعم أو اللي كيحصل على الطعام، أو ديال الزوج الزوج؟ علاش؟ واش هذا ماشي عنف ثقافي هذا؟ وهي من باب الرقة أننا نستأذن. ومن علامة الاستئذان أنك كتحس بالترحاب، علاش العرب والأمازيغ تيقولوا مرحبا وسهلا؟ مرحبا وفهمناها، وسهلا اش كتعني؟ مرحبا. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا دائما برنامج بكل وضوح، لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. اتصلوا بنا على 0522 46 72 50 51 52. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر، غادي نمشي مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. معنا اول مكالمه، معنا عبد اللطيف من الدار البيضاء. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي عبد اللطيف مرحبا سيدي. كيف حالك سيدي؟ مرحبا سيدي عبد اللطيف. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ لاباس استاذي، لاباس بخير وعلى خير. لاباس عليك. لاباس سي عبد اللطيف مرحبا. تحياتي سيدي. بارك الله فيك سيدي، بارك الله فيك. سيدي اريد ان اشكرك اولا على قبل كل شيء. لا شكرا على الواجب خويا. ومهما شكرناك فلن نستوفيك حقك. لا اله الا الله. ونسأل الله عز وجل أن يجزيك عنا خير الجزاء يا رب أمين. وأستحق أنني مرتبك بعض الشيء لأنني حاولت كثيرا أن أتصل بك، ولكن الحمد لله أن الله وفقنا في آخر. لا إله، مرحبا مرحبا سيدي. أنا يعني لا أريد أن أطيل عليك، ولكني توجهت إلى مكتبك لكي أطلب مساعدتك في بعض الأشياء اللي هي خاصة، وأسأل الله سبحانه أنه يوفقك ويجعلها صدق جارية لك يا رب آمين. إذا كان بالإمكان أنك تعطيني رقمك أو لقاء معك موعد أو شيء من هذا القبيل، وأستسمحك إن أطلت عليك. مرحبا سيدي مرحبا. هو عفوا خويا بالنسبة نعطي المكتب عندي، راه عندي الحمد لله ناس قايمين بشغلهم. أنا العمل ديالي مع الخبراء اللي معايا في المكتب هو من جهة أن مكتب الدراسات خاص بالعمل مع المقاولات، وعندنا واحد الفرع خاص بالكفاءات والقدرات الفكرية والدراسية للأطفال والشباب. هذه الأولوية الكبرى اللي احنا عاطين في العمل ديالنا. الحالة الاستثنائية والخاصة اللي عندنا فيها معرفة، سنعرفوا جهات جمعيات أو ناس يقدروا يساعدوا، هذيك سنعطيوها بالمجان. معلومة ما كنبيعوا فيها ما كنشروا فيها، كنعرفوا هذه الجهة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للجنوب الباخرين داني واحد العمل تنقولوا للناس. فهنا بلا ما يحتاج الإنسان يطلب معايا موعد، لكن هذه معلومات يخليها المكتب ولا في الإيميل، وحنا بحكم الوقت يصبر معنا شوية الواحد تنوصل المعلومة إن شاء الله. أما الحاجة اللي خارجة على نطاق العمل ديال هذا الشيء اللي حددت، تنوجه لخبراء آخرين.
طبعا النوبات كيبقاو ناس مساكن ينتظر موعد معايا وفي الاخر غنوجهو كيكون اختفاء غادي نقول له ودي انت غتمشي عند نغولوك انت غتمشي عند سيكولوك انت غتمشي عند سيكياتر انت فعلاش يبقى الانسان ينتظر واحد اللقاء باش في الاخر غنقول ليه فيه هذا يكتبوا الطلب ديالو حنا من طلب تنعرفوا واش غنقضيو حنا حاجه عملنا هذاك تنعطيه موعد الا ما عطاوش الحباب عندي في المكتب موعد ماشي ما باغيينش راه ما قادري ما غنقضيوش فيصبروا معنا الله يجازيهم بخير الحباب ويعرفوا بانه راه الا كان خاص نحضروا نقضيو راه غنحضروا نقضيو الا وجهنا راه وجهنا مرحبا ناخذوا بشعيب من ثلاث سيدي بالنور الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيف يا استاذ مرحبا سي بشعيب كيف راك سيدي لاباس عليك مرحبا سيدي شكرا لكم على الاذاعه اللي نتوما الله منورين بك خويا بشعيب بارك الله فيك كي داير حبابنا ديال ثلاث سيدي بالنور الصوت مشى انقطع الخط انقطع الخط نتمنى انك ترجع تواصل معنا مره اخرى ناخذ منيا من الدار البيضاء الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله منيا بروفيسور مساء الخير مساء النور يا منيا كنشكرك بزاف بزاف على هذا البرنامج وكنشكر اخت سناء مرحبا لك الحقيقه الله يجازيك بخير صراحه يعني واخا نعيو ما نشكرو ما غاديش نستو فيك الله يحبك الله يرضى الله سبحانه وتعالى هو اللي يقدر يجازيك بارك الله فيك اختي منيا بارك الله فيك الله يخليك عندي زوج ديال الاسئله ماشي اسئله واحد بحال كونسلتاسيون سي فوفولي عندي الابن ديالي اللي هو عنده 9 سنين شحال في عمرك انت يا لاله منيا؟ انا 33 سنه متزوجه بيان سور وعندي بنيه وليد الولد عنده 9 سنوات والبنت عندها بيانتو غادير 7 سنين الاشكال عندي مع الولد ديالي هو انه حشوم كما كنقولوا خجول ما عندوش دابور دو با لي جون بحال بقى كنكونوا معروضين في شي حفل عيد ميلاد فيه غير الوليدات كيبقى لصيق بيا ما كيتحركش من حدايا نهائيا هذا الوليد عنده قلتي له 9 سنين ياك 9 سنوات حدا من الاخت ديالو مثلا كتنشط هو انا كنحس به مكره شكون كان يكون وسط دوك الاطفال ولكن واش الحاجه اللي كيغلبوا واش ما عرفتش لان انا كنعرف ملي يكون عيد ميلاد ديالو هو الخاص يكون واحد اخر مثلا قيدته في الكره حيت كيموت على الكره دونك قيدته في واحد النادي كيلعب كره القدم باش يكون يدير شويه مزيد من الاصدقاء ويندمج اكثر كنشوفه مثلا ملي كنبقى نلاحظو دو لوان يعني انا كنبقى كنشوف فيه دو لوان مثلا هو كيلعب ماشي ما كيلعبش ولكن ما عندوش اصدقاء ما قول لي يا لاله مثلا نعم نعم ياك ما حنينا فيه بزاف وحنينا باينة 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 حيت اختي لاله ردي البال الله يجزيك بخير الذكر راه ماشي بحال الانثى ماشي بحال الذكر تيتسقل في شويه ديال القصوحيه وخصو واحد شويه ديال النار هاد القصوحيه والنار تيدخلهم في العلاقه ما بين الام وولدها الا والركله خصك تركليه وا شوف كون كدكتور زعما في بعض الاحيان كنحس براسي بانني زعما ملي كي الموقف كيتبع انني يكون واحد التدخل شديد راه كنكون شديده لا ماشي الموقف لا عفا اختي لا ماشي الموقف لا 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 الموقف هو واحد رد فعل غديريه على واحد الفعل غيديرو مش غيدير لك هو غيحسبك وغيبدا يدير لك غير الافعال اللي ما تجيش رد الافعال ديالك عليها هنا عقل على هاد لا نوسيون سميتها لا ديتيستاسيون لا ميز اون كولير بوحدها لا ديتيستاسيون راه ما بين لا كولير اي لا ان ويلا اكتيفيتي لا ديتيستاسيون سي ال ساكتيف كندخلوا هنا في واحد لينيرجي وحده اخرى بار كونت سي اون اكتيف با لا ديتيستاسيون ملي كتكون العلاقه موجهه باش ناكتيفي لا ديتيستاسيون اللي هو النفور لا ديتيستاسيون كتعطي النفور راهي الا مشيتي حتى ما فعلتيهاش هي راه خصها تفعل ولو انه ما دير والو يعني جامع لا شومبر ديالو داير الفروض ديالو واكل ماكلته داير جميع الامور ومالك غير سوا شتي واخا داير هادشي كله غنتبعو
كيتعصب في بعض الاوقات كي شوف طاشون كو عنده واحد لو كوتي اللي ريغولو حتى لي ما تخاف. لا لا مونيا لا لا مونيا احنا ما هذيك العصبيه ديالو مثلا عندك واحد الام ولدها مبنت بنت يبغي يسمع البنات ملي يجيو بلاد خالته بلاد عمو يبرك معاهم وملي يجيو ولاد عمو الاخر ما بغيش يلعب معاهم وتيعاونها في الكوزينه ويتسخر ليها ومؤدب معاها وصوابي وحنين فيها خصها ترضى ولا تسخط خصها دير لا موني وفي الحقيقه الله شخصها دير خصها ترضى ها هو حنين فيها مؤدب معاها صوابي فيها يتسخر لها ويدخل لها الطاوة الحلوه الفران ويعاونها في التصبير وينشر معاها وهي تجمع وهو يجمع معاها وكل شيء داير معاها ما تمزيان ترضى ولا تسخط وفي العاده خصها ترضى ولكن شويه ها يلا زيد زيد شويه دي كومبورتمون خصها تسخط حنا ما تعاونش شتي الا ما سخطاتش غتندم شتي الا ما سخطاتش غتندم شتي شتي هنا بغيتك تفهم مع فختي واحد الامر فيه القطب والجذب الام اكبر قطب في حياه الانسان جاك لاكونت يقول على الام لونفون فا ميتر 9 موا ا نيتر Et il mettra toute sa vie à chercher à se passer de sa mère. Ouais. Ah, il y a 9 mois, à 9 mois. Il va se passer toute sa vie pour qu'il puisse aller. Donc, ici, la femme a un coup de pied très dangereux. Et le mari et la femme, qui sont le mari et la fille, doivent être prêts. Ils doivent être prêts. Ils doivent être prêts. Parce qu'ils sortent de la coup ويخرجوا من الجذب ديالها هذه راه عندها علاقه مع الموضوع ديالنا احنا اليوم راه غنوضح احبابي المستمعين شنو الامر ديال القطب والجذب مثلا انا في التحليل الفكري اللي عنده بعد نفسي واجتماعي بعلاقه بالحضاره الاسلاميه واش انا قوي فيه ولا متوسط ولا ضعيف ما في الماده قوي تخيل نخلي هاد المادة ومشي ندير السيكسولوجي القطب في السيكسولوجي ما عنديش عندي معلومات ماشي ما عنديش كان القطب ما عنديش تخيل نخلي هاد المادة اللي قلت ومشي ندير لابوليتيك سياسة تحليل سياسي عندي مادة ماشي ما عنديش القطب ما عنديش القطب عندي هنا انا عارف القطب ديالي يعني. تلفوتوش ولا واحد دخل لهاد الغابة انا سمع فيها الله ما يدفع ولكن غابة أخرى أنا ماشي سبع فيها ما عنديش قطب هنا في هذه البلاصة هذه عندي الجذب يعني أي واحد دخل هذه البلاصة هذه يناقش معايا فيها وتذكر معايا فيها الفكرة ديالي تجر الفكرة ديالو لأننا معنعن ومتصل في هذه البلاصة بلاصة أخرى لا بلاصة أخرى مني عداد فراه هنا كذلك واحد كيقول لك وكان مزيان مزيان وشوية ولا يزني واللي كان القطب ديالو مع أهل القرآن مع أهل الحديث مع الصالحين كان القطب ديالو تقيل ما كاينش يتجر شوية حتى راه حتى الآخر عنده القطب صحاب اللي كيزنيو عندهم القطب ديالهم اللي كيقمروا عندهم القطب ديالهم اللي كيشربوا الشراب عندهم القطب ديالهم كل واحد عنده قطب حتى هو القطب ديالهم راه قوي وعنده الجذب فالوقيته اللي تبعد من السونتر انت كتبعد من السونتر على القطب وانت كتضعف الجاذبيه كتضعف كتضعف هرب ورجع دخل القطب ديالك عاد دخل ليه قوه الجذب عندك كتخدم كتولي اللي جا عندك ولدك ولا بنتك كيسلق حداك ولو هو ولدك بعيد عليك فرنسا وانت مستقطبو وانت انت الجذب اما الا هو ولدك مشى قرا في فرنسا ولا بنتك في اوروبا ولا شي حاجه وانت بعدتي على القطب اللي انت فيه تقيل اللي عندك فيه جذب وهما اقمار ديالك بحال دابا القمر شكون شادو راه جاذبيه الارض ضعاف القمر يزيد بحال ولادنا راه اقمار دي ساتيليت ديالك انت خصك لو سيستم جرافيتاسيونال يكون وعندك البول علاش الكره الارضيه عندها دو بول قطب الشمالي والجنوبي ماشي جوج هادو فين هو الراجل وفين هو المراه هنايا فين شتي هو قطب بارد وقطب بهاد النعجيه بحال هكا كتهز البوصله كيقول لك القطب الشمالي انا معاك
كيدور لك راس البوصله وانت هي في الداخله. انت في موريتانيا، انت في السنغال، دير البوصله وحكا كيدير القطب الشمالي فوت كيدور لراسك. شتي الجدد؟ علاش؟ لانه هو المغناطيس جامع تما جاي يبدو عنده. فهنا ما خصناش نحرصوا. انا كندرس عديد من الكتب ديال العلماء المسلمين كنحبها، ولكن للاسف منذ احد الانوار الصحابه اصبح الفكر الاسلامي كله مركز على التربيه، كانه هو الغايه والنهايه. تربيه اخلاق، اداب، تربيه اخلاق. هو التربيه راه وسيله كيخصنا نبداو بها ونطالقوا المعرفه والعلم. ولكن ملي كنلقاو في الكتب كلشي مربي تربيه وكتيقلبوا شباب على شكون يربيهم، مرحبا مزيان تقلبوا على شكون يربيكم وندخلوا في واحد كنهضر ما غير فاش لا نهضه علميه ولا فكريه. لان ملي كتدخل فقط في التربيه ما كتنطلقش ما وراء التربيه. شنو هو ما وراءها؟ هو القوه في كسب المعرفه، القوه في طرح السؤال، القوه في مساءله جميع الامور. اللي بغى يشوفها يمشي يقرا شنو كان كيوقع في جلسات ابن رشد، هو عهد راه قريب لينا. فخبارك ملي كتب ابن رشد تحرقوا الكتوبه ديالو بالجراه والشجاعه اللي كان كيطرح، كان في التقدم الفكري اللي ما عمري حلم ليه يوصل شي واحد. اللي دابا صبحوا اهل البلاده، مدرسه البلاده، تيقول لك ينتجوا منتوج سينمائي او فكري باش يطرحوا اسئله، وهما عنوان مدرستهم الجهل والبلاده. منذ متى كنا باش نعرفوا بالاسئله وجب طرح الواد الحار؟ منذ متى؟ ملي كنتكلموا مع المغاربه، انا من الناس ولي الشرف مع ميد راديو الاول في الاعلام المغربي اللي استعمل جمل ما عمر شي واحد قدر يستعملهم. دابا حتى استعملتهم وكليت العصا عليهم وعطيت ظهري الشمس عليهم. وعلاش حطيناهم؟ شنو وظيفتهم؟ ماشي باش نتسكعوا، ماشي باش نتملقوا، ماشي باش نتذنقوا. استعملناهم باش نقولوا للفروج المغربي الا بغيتي تغرد وانت ولد الوضو ما تنساش تحيد رجلك من الوحل. مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجع مباشرة لاستقبال مكالمتكم الهاتفية دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. مازال لقاء، مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. نواصلوا باقي المكالمات معنا. سكينة من فاس، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فرحانة بزاف حيت ديال خط اليوم معكم. مرحبا لاله سكينة. في عمري 18 عام. تبارك الله. وهذه 5 شهور باش تزوجت. تبارك الله. بول خالتي. وعندنا المشاكل بزاف، انا اسفح حاجة كاينة في الدار. شنو السبب ديال الزواج ديالك بهذه السرعة؟ ايوا العائلة. العائلة هي اللي بغات تزوجني وانا صغيرة، ومن العائلة انا تولد خالتي يعني. مستوى الدراسي ديالك انت؟ قريت حتى السادسة ابتدائي صافي. وشنو كيدير؟ هو كيخدم كيبيع ويشري. وديما كنضربو على علاش؟ شنو كيوقع؟ شنو كيوقع؟ نعم؟ شنو كيوقع؟ عطيني شي مثال. هو ما كيعرفش يهضر وكيكذب بزاف، كيبقى يحلف وعاود يكذب ديما ديما. عطيني مثال، عطيني مثال. مثلا هو يقول لي والله حتى غنخرج اليوم في عشيه، وما كيتشغل ما حتى شي حاجه، وكيعاود يكذب عليا تيقول لي صافي ماشي. شحال في عمره هو؟ 21 عام. وما كيعرفش يهضر، ديما كيحشمني مع الناس، كيبقى يهضر شي هضره بليده ما خصهاش كاع تقال وكيقولها. بحالاش؟ مثلا نكونوا تهضروا في شي موضوع هو يبقى يقول شي حاجه ما علاقتهاش كاع بذاك الموضوع وكيبقى يهضر وصافي. بنتي سكينة. نعم؟ بنتي سكينة، العلماء والدراسات العلميه كتخبرنا بان العقل غيكتب النمو ديالو حتى ال 25 عام. دابا لا انت ولا هو وصلتوا لهذاك الاكتمال الاولي، هذاك على الاول. اها. اذا هنا عليك بالصبر عاد يوصل بعد راجلك لهذيك الدرجه 25 سنه. وغير عقال.
نعم وصغيش الطريق رشادة دابا رشادة دابا دابا الله يرضي عليك خصك ما تصرفش بحال شي واحد كيصحح ليه راه ما غيرضاش بالنسبة لي هو راه كبر منك راه تيعرف راه ناجح في البيع والشراء دابا نتوما تبارك الله النساء عندكم واحد الذكاء تتحضر المعلومة كتعاملوا معها هو الصحيحة ولا كتعرفوها الراجل هنا خاصة هذا باقي شاب راه غيسعر راه غتجي عليه ولا جع الراجل راه تيولي زفت فهنا خصها غضحك فهنا عفا بنتي خصك تميكي باش يهدن دابا هو راه حاضي جنابه ولا بدا داخل عندك الدار وحاضي جنابه راه غادي يبدا يوقع المشاكل الا بقات تحلي وتقلي كل مره ما يتقبلش وما تبينش ليه بانك لاحظتي شتي نعطيك مثال كنكون في العمل كنشتغل مع واحد المقاوله مثلا ولا وكيجي شي شخص كيطرح شي مظلمه مظلوم في شي وضعيه وكتكون عنده شي لهجه كتضحك وعنده حركات كيضحكوا ولكن الموضوع خطير بعض الناس مزالين كيبقاو شادين راسهم باش ما يضحكوش لان اللهجه ديالو كتضحك وحركاته كيضحكوا انا راه غنضحك معاه من بعد ولكن حتى نطمئنوا بانني ما كنسخرش منه راه فرق ما بين الضحك مع الواحد وطمئنوا بانك ما كتسخرش منه على مالك على الغيب ما كيعرفكش بارك قدامه تيعاونك مشكلة كتضحك اول رد فعل عند الواحد الريفلكس الاول هو الدفاع كيسخر مني ما تيصعد معك الواحد اذا هنا واخا انت نيتك صافيه كيبقى الانسان ثابت حتى تيوصل الواحد نطرح الموضوع ونشد بيد الواحد ونعاونوه وفي الاخر نتعرفوا عليه كنوليو نبسطوا واحد النوبه واحد العائله طلبوا مني الاولاد مزوجين وكبار بخاص من عباهم ومسكين هو عنده واحد الهانديكاب هكا فمو هكا عوج الجنب ويدو كله مسكين هو تيعرفني ملي مشيت لعندو للدار وتعشينا والناس كينتظروا مني باش نفتح الموضوع وانا نعوج فمي وليت معوج فمي بحالي هو في هذاك لا عوجت فمي وعوجت يدي وعوجت راسي وبركت حدا بحال هكا بجنبه وتنهضر انا وياه يضحك والدموع ينزلوا من عينه قلت لهم وقدروا تعيبوا انتم مين قلب لكم طبله قلت لهم وقدروا قلت لهم هذا راه مستوى الثقه بيناتنا قلت لهم انتم ولادو وانتم عيالات ولادو وحفيدو ما تقدروش قلت لهم شتي ما حدكم ما تقدروش تبسطوا معاه ويعرفكم انكم ما تتسخروش منه مازال ما وصلتوش للمستوى الثقه اللي بيني وبين باكم هو يقول لي شنو قال لي انت قال لي تضحك معايا وكتفوج عليا وتتنسيني هذا المرض اللي عوج لي وجهي قال لي وقال لي كتقلدني حتى كنبدا قال لي موت بالضحك قال لي هما قال لي كيبقى وشوش ورا الحيوط وقال لي وجهه قدامي وقع ساقلين قال لي شنو بغيتي قال لي يعجبني فيهم شنو يعجبني قلت له سمعتوش كيقول فشتي بعد النوبات بالبسط وبالضحك تقدر توصل معلومه لواحد خاص نوصل الثقه بانني ما تنضحكش عليه اذا شنو كنصح انا بنتي سكينه بغات تنتقد راجلها توصل ليه المعلومه تقول ليه راك تقول شي حوايج ما هماش والناس كيبقاو يسخروا منك ما تقولهاش ليه في محمل الجد خصها تكون شويطنا وراجلها تشاو ودير واحد سكاتش ديال حبيبنا الخياري تنحييك استاذ الخياري راك عزيز عليا اسمح لي يا حبيبي راه ما ساليتش دير لي واحد سكاتش الخياري وتبدا تضحك يا راجل ضحك تبسط ضحك تضحك وتقول ليه راك عارف نقلده انا غنقلدك ويا راجل باركي الصالون ديالهم تقلد راجلها وتقول ليه انا ناري وراجلي كيدير هكا عاوني يدير هكا وهو يضحك يضحك والمعلومه كدوز والنقد كيدوز شتي ملي غيعرفها راه شويه فاطمه فاطمه يعني من الفطنه ها من فاطمه وقرات وانتقدادو بحولة البسط بحولة الضحك ما قالت لي قدام شي واحد نور شتي ملي كتقولها بمحمل جد شنو تحضر طباع كيحضر طومبيرامو شتي ملي كتقولها بمحمل البسط كيحضر الذكاء غولاسيونيل ديك الانتيليجونس اللي كتحضر هذيك هي اللي كتلتقط المعلومة دوزها للانكونسيون بلا ما يشعر بلا ما يسعر باقيين صغار نستعملوا البسط نستعملوا الفكاهة نستعملوا الضحك
وملي يكون شي خطأ ما يكونش رد الفعل ديال الخطأ والغضب. خطأ تغضب، خطأ تقلق، لا كاين ها النوطة في الموسيقى المسموعة كاينة الصامتة، مرة مسموعة مرة صامتة، مرة نقول مسموعة مرة صامتة. نواصلوا باقي المكالمات معنا زينب من الدار البيضاء. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنشكركم بزاف بروميييرمون على هذا البرنامج، الله يخليكم لينا يا رب. امين، الله يعطيكم الصحة. شكرا بزاف. شكرا لك زينب. استاذ مامون والله العظيم الا انت هو مونيدول. انا صراحة احبك بالضبط، ربي يخليك مور الزواج والخدمة وشوية مع الوليد. شغلت ما بقيتش كنثقف بزاف، ما بقيتش كنقرا وداك الشيء، ولكن صراحة وليتي انت هو الحاجه الوحيد، انت هو الانسان الوحيد اللي انا كنستشهد به. كمل الحاجه، كمل هذيك الحاجه. ما كنترجمهاش انا ان شوز، هذيك الحاجه كنترجمها بلو رابورتور دو لا شوز اسبيرون اوتيل على اسبري دي ماروكان. مرحبا لك، ربي يخليك. شكرا والله الا انت الوحيد. انا كنكون ديف وكنهضر مع صحباتي في الخدمه كنبقى نقول لهم لا راه قال استاذ مامون دريبي، كنحس براسي انت الوحيد اللي عندي دابا في راسي. مرحبا بك اختي، واخبارك؟ انا راني قرب قرب بالقاف من قرب، ربي يخليك. فراه ورايا المئات والالاف اللي كنقرب لكم، ربي يخليك. مرحبا بك، كنستافدوا منك وبجنبي، ورايا وبجنبي، الماضي والحاضر وقدامنا ان شاء الله زريعه طيبه جايه. تفضل زينب. الله يخليك، عندي واحد جوج تساؤلات على قد راجلي. اول حاجه راجلي انا عارفه انساني والله يعمرها دار وولد الناس، غير هو شويه معصب ودي فوا كيدخم الامور، زعما قدرت نوصفها كيدخم الامور. نعطيك ان اكزومبل، دي فوا مثلا كنقدروا مشكل عادي بسيط ديال ان كوبل، هو كيمشي بعيد، كيفكر بعيد بزاف. يعني انا بالنسبه ليا انا كنامن بالحوار وهذا، وهكا ولفت في دارنا، هو بصح هما تربوا مختلفين علينا بزاف، هما عندهم الحشمه عندهم هذا مهم. واحد كاينين جوج الانواع ديال العائلات المغربيه، واقيلا وحده شويه متفتحه وكيجلسوا اطابل، وواحد الناس شويه مهم ما كيقدروش يتجرؤوا بزاف على والديهم، وداك الشيء انا راجلي من هذا النوع. يعني دفوا هكا الا كان عندنا مشكل بسيط في الدار، هو كيمشي بعيد، كيبدا يقول لي وانا راه خصني نوصل معاك لشي حاجه ندمو عليها بجوج، هذا بحال كيفكر في الطلاق ديريكتومون. انا كيبقى في الحال كنقول زعما انا واخا كاع ما عرفتش نوصل معاك، كنقول عليه من بعد كنقول له ما عرفتش فين نوصل معاك، ما عمري غنجبد لك الطلاق، حيت هذه الفكره انا ما كنفكرش فيها. هو هكا، وحتى في خدمته دي فوا باغ اكزومبل مش هو حساس بزاف. ورجعنا لكم مستمعينا، نكملوا مازال معنا زينب. الو وي لاله معاك. واخا تفضلي. الله يخليك، بغيت نكمل لك. باغ اكزومبل الا وقع له شي مشكل في الخدمه، واخا غير مشكل بسيط، كيجي للدار كيبقى يقول لي انا راه واقيلا صافي غنقلب على راسي، هاد الخدمه مابقاش باليه فيها. دي فوا كيقول لي كاع كيوصل كيقول لي وانا بقى فيا غير ولدنا ما غاديش يقرا مزيان، وهذا بحال حنا راه هو جراو عليه من الخدمه، وما لقينا ما ناكلو وما لقينا ما نخلصو على الدري. دي فوا ما عرفتش كيتشائم. الله يخليك استاذ، اسمح لي الله يخليك نزيد غير تساؤل واحد. هو شويه انا بعدا ما عرفتش نقول لك واش كيعقدني ولا هذا، كيحكر معايا بزاف. ما تلبسيش بحال هكا، انا عارفه لباسي محترم بلوز اون، وانا عندي 26 عام شويه كنبغي نلبس على حساب لاج ديالي، ولكن ماشي نقول لك الباس خايب ولا هذا. هو كنحس به مع السبعه ديال الصباح، ومين كيفيق هو كيدور بجنابي وكيبقى غتمشي بحال هكا، لا لوحي لك شي حاجه طويله. ابسط حاجه شي دي فوا كنقول ما كيبغيش شي حاجه تجيني زوينه، الا مثلا غنلبس غير الصباط كيبدا يقول لي الا شافوا جاني زوين باغ اكزومبل، بان في بنت فيه زوين وهذا، كيقول لي وهذا راه ماشي ديال مزوجات وما عمرك لبسيه، وهذا يدخل لي حتى في الكحل ديالي كيدخل فيه. شحال من عام انتم مزوجين؟ عنده 31 عام. شحال من عام انتم مزوجين دابا؟ 5 في اخبارك سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان كيديرها مع مرته. مرت سيدنا عمر كانت عزيزه لها تصلي فجر. وتصلي في الجامع. وكان ديك عنده واحد كيجي بزاف في الظلام، تما السيده غادا خارجه كيجي سيدنا عمر كيتخبى ورا واحد الحيط، وتيجي ويقيسها في كتفها على اساس ماشي هو. وتتغضب هي وكتقول شحال الناس اللي ماشي يحتارموا المراه المزوجه، وكترجع للدار. فمن بعد شحال عاد قال لها راه هو اللي كان كيقيسها حيت كيغير. دابا الله ينجينا ونجيكم من بارد القلب. شكون هو بارد القلب؟
برد القلب هو ما عارفش بأن باش تحب خاصك تنظف الوعاء. شتي بحال شي عزيز عليك يقول لك كاس الماء ما تيعطيكش خاطرك تهز الكاس من البلاكار وتعطيه ليه فيه الماء تتشلو كاس بقي وما يعطيكش خاطرك تتشلو كتقول ولا ربما تكون شي حاجه دازت فوق منه ولا شي غبره. لا الوعاء كيتسقل كيتنظف بواحد طرف من الهمة العالية بواحد الطرف من الصدق كبير باش تصدق 100% ما تقدرش ولكن تصدق 90-95 كاين الصادقين توصل 99.99 رجعنا منهم وكي يتثقل بواحد طرف من الغيرة. سيدنا رسول الله تيقولنا على الله سبحانه وتعالى إن الله يغار إذا كان سيدي ربي تيغير أنا من غير ربي يشوف عبده تيعز حاجة خلقها أكثر من اللي كيعزه هو الله تي حيدها لي الله واخا يكون ولده ولا بنته حيدوا لي مزيان. فهذا الطرف من الغيرة من الهمة العالية ومن الصدق كيخلي الوعاء نقي والوعاء النقي ملي كيتحط فيه الماء صافي كيعود يبري فماشي عاك تشرب منه تتمتع بالنظر فيه. شتي بحال شي طاس ديال النحاس مسقول ملمع مكبوب فيه ما بارد في الصيف وتتشد هذاك الطاس في يدك وتتشوف اشعه الشمس كتلعب على هذاك الماء وكيبان لك ذهبي انت شبعتي رويتي عطشك ومازال كتقول له زيدني زيدني. فالوعاء هنا نصيحتي للذين محتوى الخطاب المعنى وغاية الخطاب أن الإنسان يفرغ ما في نفسه فين في وعاء حبيبه. علاش الإنسان ما تيقدرش يناجي نفسه؟ علاش علاش محتاجين شي واحد نعود ليه؟ علاش اللي تشوفه كيجي عاود لك عرف بأن صدره ضيق فما تيقدرش ما عندوش الوعاء فين يكب في نفسه. واللي صدره ضيق عرف بأن عنده راه وصفات رجله على حق قلت لك رقيق الإحساس ودراسة دارتها جامعة ستانفورد على لي زيبر انتيليجون هيبر سنسيبل ils sont anxieux par défaut. ودارت هذه الجامعة دراسة ولقات بأن التاريخ الإنسانية مثل هاد الشخصيات اللي جعلوا الإنسانية تقدم ملي كتكون حروب هما اللي كيلقاو أجوبة ديال 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 هذا ملي تكون مجاعات هما اللي كيلقاو أجوبة دائما هما سباقين الأجوبة اللي كيحتاجها المجتمع باسكو ils sont هيبر انتيليجون هيبر انكسيو كيدرسوا على تساء تيقولوا هذا السحور طالع ها السحور طالع بحال بحال اللي بالك يديروا عندنا حنا المسؤولين على حركه المرور في الدار البيضاء بحال هكا كيديروها ها كنحلم دابا دايرين واحد الخليه كتخرج عندها سيارات وعندها كاميرات وتيقولوا هاد البلاصه هادي وصالح فيها رومبوان ولا فيها فروج درنا رومبوان شنو وقع المواطنين وكيسجلوا وكيمشيو يحلوا وكيقولوا غادي نزيدوا بحال في شارع عبد الرحيم بوبيت في الرباط درنا رومبوان ومن بعد زادوا فروج رومبوان وما زادوش غير فروج واحد داروا جوج سبحان الله مدينه حدا مدينه ها الرباط هاد الدار البيضاء بجوج ها واحده واحده عبد الرحيم بوبيت في الاخر ديالو كتلقى رومبوان دخل رومبوان فروج الاول زيد نص رومبوان تلقى فروج ثاني. علاش؟ لان مشاو حسبوا لو ديبي دي فواتور لقاو الرومبوان بوحدو كيدير اكتظاظ المرور كيخنق حركه السير ما داروش غير فروج واحد الرومبوان داروا جوج. وحنا العبقريين عندنا في الدار البيضاء مخليين بيضاوي يقصروا عضياتهم مالك. فدابا بحال هكا لي هادوك لي زيبر انتيليجون كيكونوا ايموتيف اي سون بريفنتيف فايل انتيسيب هو عاد عطيه اشاره يتخلع يمشي غدا يبدا يبريباري. فهنا اليكسي كي 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 كيمرض وتيمرض حبابه. موديري
سي استيسيو سي فان. كيفاش يمكن ليها تساعده؟ كاين واحد الحيوان البحري سميتو برنار ليرميت، اسمه برنار ليرميت، هو بحال لونغوست، واللي ما عندوش العظم مغطي الجسم ديالو كله، مغطي له غير يدو وراسو، وعنده واحد اللحمه في الظهر عريانه، فديما مسكين خصو يقلب على واحد الصدفه خاويه يسكن فيها. تيسكن في هذيك الصدفه كتكون ديال شي ببوشه ماتت بحريه، كيدوز فيها مده مع كيبدا ياكل تيكبر عاوتاني تيغلاض، كضيق عليه هذيك الصدفه كيخلي هذيك الصدفه الخاويه باش يقلب واحد اخر. هاد الشخصيه هذه ديال ليبر ايموتيف سنسيبل ايبر سنسيبل اونكسيو، هذا راه بحال هاد القمرونه هذه اللي عنده اليدين فيهم ليكزوسكوليت فيهم العظم، الراس مغطي بالعظم، الصدر مغطي بالعظم، ولكن ما تبقى من الجسم ديالو عريان. شنو خصو؟ خصو ان ليكزوسكوليت سيمي ارتيفيسيال. هي فدابا هنا هادو هما النساء خصها تحتارس مزيان، حيت الا مشات دارت ليها ليكزوسكوليت وعمرات، راه كيديروا بعض النساء والراجل كيكون مسكين ما عندوش ليكزوسكوليت فواحد لابارتي كيعمر فيها، خاصها تحتارس تحتارس. عندك شي نهار تقول انا اللي وصلته، انا اللي درت ليه، راه مشات تا قالتها معاهم اي سون ايبر اونكسيو، صافي تقلب عليها. اما الا دارتها وهذيك وظيفتها اللي قدرت عليها، شجره في الامازون اكتشفوا العلماء انها كتكبر هذيك الشجره ياك، وهي راسها كدير تقابي في الجذع ديالها. عمرك شي شجره كتنبت في الجذع ديالها حفاري، وحفاري من واحد الدياميتر من واحد الثقب معين، تقول العالم ديال العالم الشجره ما فهمش، قال هذه واش فيها شي دوده، قلب من قوالو، مشى لعند اختها شجره بحال هكا فيها تقابي، مشى لعند شجره، عرفتي علاش؟ هذيك عماره باش يسكن فيها واحد النوع معين من النمل، هذاك النوع معين من النمل تيفترس واحد النوع معين من الدود، هذيك الدوده كتاكل لها الورق ديالها وكتخربها. شكون اللي خبر الشجره بان كاين واحد النمله عندها هذاك الراس هي اللي عندها، تجي واحد اختها واحد اخرى ما تدخلش، تدخل هي، حتى ان هذاك هذو كتسمى لا سامبيوز في الطبيعه، حتى ان هذاك الشجر مع ذاك النمل ولا معروف، غادي واحد شجره واحده اخرى خلاص اش دارت؟ في شجره واحده كتقدر توصل للعلو ديالها حتى ل 15 متر، كدير كل ايطاج النوع معين من النمل، ريت شوسي دايره لهم واحد النوع، تطلق لهم واحد الماكله ديالهم، اللي فوق منهم نوع اخر، لقاو الخبراء كيقدروا يسكنوا فيها اكثر من 20 نوع ديال النمل. فدابا هنا لاحظتوا هاد السامبيوز هادي، ما معنى السامبيوز؟ هي لا كوابيتاسيون. دابا حنا عندنا في الامعاء ديالنا واحد البكتيريا، اخباركم بان لقاو علماء مؤخرا بان واحد النوع من البكتيريا اللي نقص كيبدا يمرض الامعاء بواحد المرض خاص، ودابا راه تيشتغلوا في بريطانيا باش يعاودوا يزرعوهم بطريقه طبيعيه او شبه طبيعيه، لان لقاو انه كان عندهم فعاليه اكثر من دول رجعوا. اللي كتسمى لا سامبيوز ما عايش معنا، كيديروا لنا السانتيز ديال الميكلا ويخرجوا لنا الاملاح ويخرجوا لنا المعادن ويخرجوا لنا في الدبره. كذلك في الزواج راه ماشي فقط ناكلوا ونشربوا مع بعضياتنا ونولدوا ونشريوا الدار ونديروا القروده ونديروا الغوريلا ونديروا هادشي، لا راه المقصود هو واش من نوع الراجل او المراه اللي خصو ان اكزوسكوليت فك. هذا هو صيغه الحامل والمحمول. الطيور كتمشي بثلاثة الأنواع، واحد بجنب واحد النوع الأول، واحد ورا واحد النوع الثاني، ثم ذاك اللي كان القدام كيجي ورا الآخر النوع الثالث، عندهم تخوا فام تخوا تيتكادري فيزافي، واحد دوفون لوتر كيعيا كيرجع ورا الآخر. شوف التناوب، بجنب واحد قدام واحد لور، شوية ذاك اللي كان القدام غيجي لور ويجي ذاك اللي كان لور يجي القدام. شنو الحكمة؟ علاش كيطيروا الطيور بهاد ليتكادري هكا؟ لان اللي القدام كيسخن الهواء اللي وراه باش غيضرب ضربات بالجناح اقل، الضغط ديال الهواء الدافي الكتله ديالو قليله من الهواء البارد. ملي تيكونوا بجنب كيكونوا ديك الساعه واحد كيعلم الاخر الخريطه ديال الطريق. اكتشفوا العلماء تيكون واحد بجنب واحد، هذاك الواحد كيقول الاخر هانت ها المغرب راه هو راه شتي مشينا غادي نقطعوا البحر وغادي نوصلوا لاسبانيا، هانت ها اسبانيا، راه كيحفظوا الخريطه كيدير كده. فهنا خصنا نكونوا بحال الطير، قلوب رقيقة
واحد بجنب واحد باش يتعلم، واحد ورا واحد باش يريحو، وملي الاخر يتعب الاخر يجي قدام يريحو. دابا هنا هاد ما يسمى تحكر على الباس. شنو خصها دير؟ خصها إلا كانت تبارك الله مغربية، وحنا كنعرفوا المغربيات ما شاء الله في الجمال، إوا تنقص شوية الكحول، تنقص شوية العكر، وتلبس صباط كاين الماء باش ما تجيش طابلو كلها مرسوم. أما إلا مشات تستيكات من الشعر، العينين، الفم، الباس، الصباط، كتولي طابلو كيف تقول المغاربة، كتولي كارت بوستال. الراجل يتصدق تيغير، أنا الأول نصدق. إذا بيا أنا بعدا موالي أنا أهلي هما الأولين، عاد الحباب هنا المراعاة العشير والعشيرة هما الأولين. واحد يدير الخاطر الشركة ويدير الخاطر الكليان ومول الدار راه مسعورة. إيوا شنو في العشية تدخل واش غتلقى؟ تلقاها زرقاء، تدوي معاها وهي جالسة تخيم شكل كوابيس كوشمار. طبع طبعنا هذا، ربي خلقنا هكاك. احنا هاد العرب امازيغ مسلمين دمنا خفيف، داير بحال الريحه، بحال القرعه كيفرفر هكاك دايرين حنا. شنو تبدلني نولي انا انجليزي، نولي نورفيجي، نولي هولندي، ما غنوليش نورفيجي، ما غنوليش انجليزي، ما غنوليش هولندي. نتفاهم معاه نوقرو في شغلو. تخيل كنشوف محاكمه ديال واحد المجرم قتل واحد العدد ديال الناس مده 7 سنوات في المحاكمه، تيتوسلوا ليه العائله ديال الضحايا باش يجاوبوا واش بنتهم قتلها ولا ما قتلهاش. ملي كيقول لهم قتلها كيقولوا ليه ميرسي. واش عمرك شتي عائله الضحايا كيقولوا للمجرم شكرا؟ ربي خلقهم بالطبع. تخيل حنا دابا بهذا الطبع اللي فينا مالك في محاكمه وتيقول المجرم راه قتل واحد من العائله، غنقولوا ليه حنا ميرسي. واضطر حنا واخا يكون داير هذاك الباريكاد ما عرف ديالاش نطردوها. شتي ربي خلقنا هذا الاختلاف. فهنا عرفوا طبيعتكم مش ضدها. راه الخطا اللي كيتاكلوا بعض الناس كيمشي ضد طبيعته. والله تمشي طبيعتك تمشي ضدها تتلعب فيك. مستمعنا معنا فاصل ونرجع نواصلوا برنامج بكل وضوء. لقائنا بكم مستمعنا مازال مستمر، مازال كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. معنا رانيا من الرباط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله رانيا. كنشكركم بزاف على البرنامج. مرحبا. شكرا على الواجب لله رانيا. ومن اللي شفت الخطا نهار كبير هذا. الله الحمد لله. راني مرتبكه شويه، كنعيط لكم على قلب. الو صفقت على الخط، نتمنى ترجعي تواصلي معنا ان شاء الله. تاع الخطر تابك تاهو. تحياتنا لك رانيا، مشكوره جدا على تواصلك معنا من الرباط. نتمنى نسمع صوتك مره اخرى. معنا اسيا من بنقرير. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسيا كيداير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تفضلي. لاباس بنتي اسيا؟ لاباس. كاين صداع حداك اسيا؟ عندك صداع في الوليدات. ماما الو. تفضلي اسيا كنسمعوك. عافاك نسول الدكتور عندي واحد المشكل. انايا ساكنه مع ناس، مع ناسي، مع عائلة راجلي. وكنا بخير وعلى خير ومع راجلي بخير وهذا. ولكن جرى واحد المشكل لوستي ورجلها بغيت طلقه. وبغاو جابت لنا ولادها بغيت يسكنوا معنا وهذا، وانا ما عجبنيش الحال. علاش؟ هي عندها دارها. ولكن ولادها بت... انا بتخليهم يجلسوا عندنا هي خدامه. وكاين صداع، عرفتي الوليدات الصغار بيناتهم وهذا كيكون صداع بيناتهم. وانا تبع بيني وبين راجلي ما عجبنيش الحال، لان تربيه ولدي كانت صعيبه بزاف. ودابا انا قلت غنستريح شويه عاد نولد. مني جابوا لي داك الوليد الصغير قالوا لي ربي ما عجبنيش الحال. يعني بحال انا نفسيا. شحال في عمر هذا الوليد اسيا؟ عنده عام الوليد اللي بغى يشدو. وانا ولدي عنده 3 سنين. وما عجبنيش الحال هذا، صافي انا صداع بيني وبين راجلي، وراجلي اصلا ما بغاش، وهي عندها دار وهذا، ولكن قالت لك لا بغا تجيبو، تجيب ولدها واحد ولد عرس ثاني اخر كبير. وهي ما بغات الوالده ديالها تسكن معها باش تشد ليها، هي بغات حنا نربيهم ليها. قول لي اسيا شحال في عمرك؟ انا؟ في عمري 27 عام. 27 مستوى الدراسي؟
ابتدائي رابع ابتدائي. واخا انت نعطيك رأيي في الموضوع. مرحبا بك. مرحبا. مشكورة أسيا. مرحبا مرحبا. واخا قبل بروفيسور معنا رانيا من الرباط. مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وي شديتي الخط. الحمد لله. الله يرضي عليك. الحمد لله. كان عيط لكم على قبل ولد اختي عنده 15 ans. Donc l'histoire ça a commencé les jeux en ligne. D'accord. Donc on a à peu près mood 1000 en fait qui les كله هو كيلعب. Du coup le soir ما كيقدش يوض يمشي للدراسه. هي شافت شي au bout de 2 mois هضرات مع باه باش يهضر معاه يحيد لي البيسي. حيدات ليه البيسي ديالو. الاول زاد بحال لي حقد. دونك ولا عصبي ما بقى غير مع حتى واحد. قطع الهضره مع ماما. قطع الهضره مع باباه. هي طبقات نصائح ديالك تذكر مع الذكار وخلي الولد يمشي مع باه. هضرات مع باه. قالت لي هضر مع ولدك خرجو حاول تكون معاه تشوف شنو دارو زعما اكزاكتومون باش يحاول يفش قلبو على باه. مشى عنده قال لي خرج معايا زعما يلا معايا نمشيو اونصومبل نديرو دي كورس داكشي. ما بغاش الولد صافي قال لي ما بغيتش نخرج بغيت نبقى. ديغنييغمون سكي سي باسي سي كو الولد ما عرف شنو قال لباه بغا يحيد لي البيسي. قال لي يلا ما بغاش يقول لي. قال لي صافي رد لي البيسي. ملي بغا يحيدو لي اوتخ فوا ما عرف شنو قال لي. قال لي وهاد البيسي اللي متصفر كان غادي نهرسو ليك. دونك هرس لي البيسي. الولد صافي ما رضاش. اشنو دار هو مشى للبيسي ديال باه حيد لي واحد لابيس بحال لي نقولو اون فيت توت لي زانفورماسيون سي كوم ديسك دور. دونك حيد لي كاع لي بيس و اون فيت توت لي زانفورماسيون ديال الخدمه كانوا في البيسي. حاولنا اون فيت تهضر معاه ما بقاش كيتفاهم اون فيت. انا مشيت دويت معاه زعما اوتون كو طونتي توجور دويت معاه ما بغاش يتفاهم معايا. سا فو دير كيقول لي نو جي با لطون فيرم لا بورت. باغي اون فيت بغا يولي بوحديته مسدود عليه ما يدوي مع حد ما يكلم حد. نزل عنده الصباح قال لي فينا هو البياسه ديال لو بيسي باش راني جوني بوزوان ما بغاش. قال لي راجلي جو تيلا بوبيل. بغا ياخذ لي التليفون ديالو. خدا لي التليفون. الولد اشنو دار العصاب هرس كاع المحابق اللي كانوا وسخ طلامط بالفوتر. قطع لبا حوايجو بالعصاب. دونك باش الاب ما يفوتش فيه شي دقه. قال لي خرج عليا. لا حول ولا قوه. دونك تيلمون وصلت اوبو. دونك قال لي صافي سي بون خرج عليا. دابا مسكينه الام راه كتحرق. ما عرفتش الولد فين مشى. الباه حتى هو مسكين راه كوميم واخا داكشي كلشي اللي دار فيه رباه ما عرفش. يسانكيت كوميم. كيحاول يعيط لصحابو حتى واحد ما كاين عنده. دونك راهم مخلوعين وما عرفوش شنو يديروا. وبغاو واحد الطريقه كيفاش يتعاملوا مع هذا الولد باسكو ما جرهم معاه كاع الحلول السلميه. الحلول ديال ياخذوا ليه لو ماتيريال. الحلول ديال ان شي واحد كبير يجي يدوي معاه. سا مارش با ان فيت. مرحبا نعطيك رايي في الموضوع. مرحبا لله. مرحبا شكرا لك. شكرا واجب. الو واحد الام كنت في واحد ندوة علميه مؤخرا وسولتني هذه الام على انه ولدها تيحب واحد لاعب الكره معجب به على انه تيقلدو في الشعر ديالو في الباس وفي كل شيء. وهذاك اللاعب داير الوشم في الجسم ديالو كله. الام تخوفه بان بحب هاد الدري مولوع بهاد الشخصيه واش قالت لي يقدر شنو يوصل حتى هو يمشي وشم الجسم ديالو كله بحاله. قلت لها لالا العامر ما يمكنش يكون مسكون. طيور ملي كتجي تعمر واحد العش لقاتو عامر بالطيور اخرى ما كتسكنش فيه ولقاتو خاوي كتسكن فيه. ف انا شخصيا وراني كنخبر حبابي المغاربه باختيار حياتي مع نفسي اولا ومع فاميلتي ولادي
هذا الاختيار هو القناعة والتأني ونكون موجود لحبابي. ما يمكنش تكون بجوج الأماكن. اللي تيمشي الله يمسك عليه ويزيده المردودية والشيفر دافير ويدير البرطمان الأولى ويدير السكوندير ويدير السيارة الأولى ويدير الثانية والله يزيده. كان بوه لاباس عليه وعائلته لاباس عليه مخلوا ليه الخير والخمير. هو عاد تيمشيه ماشي بحال واحد اللي خصو يمشي للبلاصة ويقضي فيها ويمشي للبلاصة ويقضي فيها ويمشي للبلاصة ويقضي فيها باش يدخل من هذه ويدخل من هذه ويدخل من هذه. ملي كتكون كتجري وهنا واحد المثال خطير جري يا صغري الكبري هي جري يا صغري الكبري في القدر الجام سميته القناعة. جري يا صغري الكبري بالجام القناعة أقنعتي أحبستي. فلقيت اللي كتكون تتعمر ولادك باش بالحضور الحضرة هي تحضر. ما حضرتيش خاص لينو بعلك. ما عندكش لينو بعلك سير قنع وصبر مع الفقر وحضر باش النهار اللي غتجي شي حاجة تبغي تسكن ولدك تلقاه عامر. ما بقيتي لا تغوت ولا تحضر ولا تدير شي حاجة. الحضرة ديالك دارت شغلها سير موت ولا سير دير اللي بغيتي. ولدك عامر راه ما يعمرش بالمدرسة راه ما يعمرش بالقرايه. والله لا عمر لك بشي حاجه من غير الحضره ديالك وديال الفاعل ونائب الفاعل الصحيح. فهاد السيده هادي مو ماشي مقصود الذكر مع الذكر. فوقاش كيخص الذكر يتولى الذكر ملي تيدق عليه السؤال. كتشوف ولدها بدات يفيق الصباح بكري ويدير تشويكه ويدير ريحة ويحل قميجة صدرو ويقاد وكتشوفو تحكر على المظهر. معنيتها هنا الدرجة داخل بشي حاجة ديال سيديكسيو مع شي بنت باش ما نطيحوش في الميوعة ولا نطيحو في شي كاجة نقولها جي لقاح الدري إشارة كرش معها إشارة وتيبدا الراجل بالفيلم بالذكاء تخرج مع ولدو ولبس معاه كادا ومشيو السينما وبشوية بشوية 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 تكدر غير إشارة غير إشارة. واحد النوبة واحد العائلة ولدهم مدمن على دوك المواقع اللي فيها العلا وباه في خبارو يغوت ولا متغوت وكل شيء والدري واه مش حي كيمشي لهم يشوف فيهم يشوف فيهم يشوف فيهم. لقيت اللي جاو لهنا وكنذكروا معاه في قرايته وشوفوا قرايته بغيت يقول لي انا مزوج فكرة كيسمع ليك وتيحترمك عافاك استاذ عاد دويتي معاه انت راه يسمع لك. انا والله ما غادي نسمع. شنو تندير؟ تندير معاه جوج ديال حصص العمل وحده خاصه بالقرايه وحده خاصه بالمذكره. ديال القرايه كنتخلصوا منها المذكره كيجي كنذاكروا في المواضيع اللي بغا كنقول ليه فاش ما بغيت نذاكروا اليوم نذاكروا اليوم كيجي كيقول لي بغيت نذاكروا في كذا تنذاكروا كيجبد الفلوس كنقول ليه ما تخلصنيش في هذه ديال الخدمة هذيك راه كتخلصنا فيها. هادي ديال بيني وبينك انا ليا وعلاش الاخرين كلهم كيمشيو كيتخلصوا مني في جوج ثلاثة انت كتخلصها في وحدة. قلت لي حيت انا ضان فك واحد الظن انك تكون راجل. قال لي علاش انا ماشي راجل دابا؟ قلت لي راجل ولا تيقول لا. كتجي شي درية قرطاسة كتقول ليه بغيتك تقول ليها علاش ونقضيو حاجة لا انا ما تنزنيش. قلت لي قد يقول هذيك الزينة القرطاسة الواعرة لا تكون الراجل. اما قلت لي الذكر تبدا يعرق من نيفو وتيدوب تقولها اه دابا ولا امتى دابا بشي معاك دابا. قلت له كاين انت. قلت لي انا ضان فك واحد الظن وراني ما عرفت ولا يصدق ولا ما يصدقش. وقال لي يا عمي واسك وتدراني قاع مزبله خير. قلت لي ان شاء الله فاش واش كندير واش كندير واش كندير. قلت لي قرا الحديث قسم لبن ادم حقه من السماء فزن العين نظر اواه. قال لي لا
هل عندنا في الإسلام تشوفة راه زينة؟ قلت له حديث قرأها هو دابا قال لي تنزينة بعينية. قلت له أنت شوف دويت معاه قلت له tu sais voilà comment devenir un homme. شنو هذاك البروتوكول خليه لصحاب تخرميز. حنا اللي ما قدرتيش تهضر بالإشارة وما قدرتيش ترفع الهمة بالرمز وما قدرتيش تربي الذوق بالفن سد فمك وسكت. ثم ملي كيولي إدمان عند العقل على سير بوحدو كعضو باقي ما دخلناش التركيبة النفسية والتركيبة الشخصية والمراهقة على سير بوحدو على سير إلا مشى تدخلت عنده إدمان على شي مادة إدمان. ليش الناس ما كيقدروش يديروا الريجيم؟ راه ماشي ما قادرينش يديروا الريجيم حيت لو سيرفو عنده غراض بواحد الكونتيتي. واللي بغى يفهم هادشي اللي كنقولوا سير شوف عند لي زونتروبولوج في دراساتهم ديال ليفولوسيون من عند لي دينوزور. فخباركم السلف الاول ديال الديناصورات كان قد قنيه جدهم. هادوك الديناصورات اللي شتيه في 15 متر و 20 25 متر ديال الطول وفي واحد الاطنان الاف الاطنان لونسيتر ديالهم جدهم شنو سبابو؟ اصلو قنيه قد قنيه. اش مشاو درسوا هاد الناس؟ مشاو درسوا منين بدات الاجسام كترتفع منين؟ فمشاو لي فوسيل ديال النباتات. شنو لقاو فيها؟ لقاو فيها واحد المحتوى ديال الاكسجين مرتفع بزاف. اذا شكون اللي بدا كيكبر دغيا؟ لي زيربيفور. هما دوك الديناصورات عندهم عنقهم طويل عفطه ديال واحد منهم يمشي يدخلوا في الفلاتراس في العفطه اربعه طوموبيلات اربعه طوموبيلات يغرقوا في حفره ديال واحد منهم. هاد لي زيربيفور هادو هما اللي طلعوا لي كارنيفور. فهذاك الكارنيفور باش ياكل هاد العملاق هذا خاصه فاش بداو كيديروا داك ياكل واحد الكميه ديال اللحم كثيره نفخت 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 مادام ان هادوك لي زاربيفور واكلين مواد فيها كونسونطراسيون ديال الاكسجين بدا لو كور تاع هما تيتجبد وتيتعمر. فهنا الى عندك حاجه الى مشات الجسم ديالك خدا حاجه واحد كما 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 بزاف والسيرفو شرب المواد نيكوتين شربها شرب المواد عرفتي شنو هي تقطعه تجي تقطع عليه كيولي مجنون. اي اختصاصي كيما كان نوعه ينصحك ملي تيكون شي واحد عنده ادمان شي حاجه تخرجوا بالتدريج ما تقيسش ليه في الحاجه اللي هو مدمن عليها ما تقيسش حيت لقصتي فيه حقد عليك. دابا التصرف ديال الاب هو اللي خلى التصرف ديالهم بجوج. راه الام مشات شرات كفره الراجل بجوج قالت لي هاجي يا فلان دخل وتي السيد هو ما كاينش كاع وعارفه هو ملي غادي يدخل غادي يضرب براس غادي يزعصا ويضرب بها الدري. شنو خصنا نديرو؟ خصنا نبقاو هنا الله احسن العوال الام دقدقه والاب سخفان. هادو هما لو كوبل مودرن بجوجهم سخفانين منهكين ما بقى الخاطر ما بقات رغبه ولاو دغيا يعدفوا. علاش انا كنقول لهم ما تولدوش ما تولدوش تتربيو الخاطر فيكم تتربيو التبات فيكم لانه هو في غيكبر غيكبر في الخاطر ديالك وفي التبات ديالك. فنصيحتي لهاد السيده هادي اللي كتعاود لينا على هاد مدام رانيا واش خالته ولا عمته هنا خاص ندخلو على الخط نمشيو نجيبو واحد لورديناتور الدري تشدو. حنا العروبيه تنقولو الا شتي واحد النبته لاويه بدل ليها المحبق. الناس اللي كيديروا بيبينير راه تيعرفوا خصك واحد المره مرات تكربل وتهز النبته وتشوفهم متخنقات. هنا بقى تلعب العائله العمه والخاله والعم والجد جيبوا الدري عندهم شريوا ليه اورديناتور خليه الدري يلعب ونمشيو نشوفوا شنو تيلعب. جامعات بريطانيه اش دارت؟ مشات طلبات من دي بروغرامور دو جو اون ريزو طلبات منهم مولاتهم ياك باش يصيبوا لها دي جو اون ريزو غراتوي ودارت فيهم معلومات حول المواطنه حول حب البلاد حول احترام قانون السير وسط لو جو. فملي كيكون تيتحارب مع الوحش وتتبان ليه واحد المراه واحد
الوليد قاطع الطريق والوحش جاي وتيقولوا ليه تخسر واحد البونس وتخلي هاد المره وليده يقطعوا ولا تيري في كل شيء وتربح هاد البونس. بقاو اغلبيه تختار يخسر واحد البونس وتوقف هذاك الوحش يمشي لي واحد لو بوين ويخليه تقطع. مشاو مولوا ناس. انا من المدمنين على جميع لي برودكسيون ديال مارفل. شي مره هاد الرسائل من المدمنين لا لشيء الا الاسلوب اللي كيستعملوا باش يوصلوا المعلومه العلميه لولادهم. ملي كيدير لك ايرون مان كيدير لك سبايدر مان مثلا تحدى شي مخرج في البلاد العربيه كلها من المغرب للخليج كلهم شي واحد اللي كيقول لك هو راسه مخرج يدير لنا هذاك الزوم او ماشارير على مدينه على قدها كتخرج الكاميرا من البارتمان من الداخل ياك وتخرج وتطلع للسماء اكسليري شحال تما من ايماج بار مينوت كتخرج الكاميرا من لاسين ولا سين واقفه شدوا ماتريكس ضربوها في ميل سبقوها فاتوها بميل كترجع الكاميرا واقفه ودير زوم على المدينه كلها وتديك الكاميرا والمدينه كتحرك ماشي في جي ماشي ايماج 3 دي سانتيتيز هذيك راه سهله والمدينه راه كتحرك والزوم غادي طالع في السماء بحال اللي مشى للطياره ومشى تحرك بك الزوم وهبط وداك لبلاصه اخرى تحدى اي مخرج جوج اللي كيديروا الديكوباج دو البلان بار كاميرا نتحدى اي مخرج انه ما يديرش لو بلان يقدر يدير لو بلان روتاسيون بلا ما يدير كاميرا كدير روتاسيون باش كيديروها غير بهذيك الكاميرا بورتاتيف بحال ديال سبور اللي كيهزوها ولا بلا كرو اما بتروا كاميرا واقفين ويتبعها المونتاج ما كاينش اللي يعرف ليها. فهنا كتجي كتلقى واحد كيحل فمه ويقول لك انا كندير الانتاج. واخا لا سمحتي بروفيسور معنا فاصل نرجعوا نواصلوا باقي المكالمه. ورجعنا لكم مستمعينا بروفيسور لا سمحتي نكملوا مع رانيا خاصه انا بروفيسور كيفاش مثلا الاب والام يتعاملوا ان شاء الله ملي يرجع هذا المراهق لانه ربما يشوف بان الولد خرج من الدار يعني يقدر الاب والام يستسلموا ما بقاوش يهضروا معاه. كاين جوج المراحل الله يرحم الوالدين اللي احترمهم يسلك اللي ما احترمهمش دبر راسو مع العافيه اللي غاتشعل عنده. تنخدموا دابا في المرحله الاولى على اعاده رابط المحبه اون ترافاي ريكوبيري لو ليان. راه الا ما تعدش رابط المحبه ما كاين والو. شتي هذيك النصيحه والموعظه وغوت وخلع ودير ما خدامش. راه قلنا لكم راه هذا الجيل هو اللي مشي على العافيه في العالم العربي كله راه ما تيتخلعش. قوم تباع وبيني ويوي راه غايتقاضى راه جايكم جيل واجيال راه ما تتخافش. يما شدوها بالايمان والمحبه الصادقه القويه ويبقاو مجموعين بين يديكم بحال النحل. تخلعوا النحل يتطلق لكم النحل. ما كيتخلعش النحل. تتخلع النحل تيهجم عليك. فهنا اللي بغى يوعى بهذا الواقع هنا فين انا تنحب العبقريه الشريف الله ينصره. عبقرية السيد عبقري والله الحمد لله اللي بجا بنه الملك. علاش دابا هما عاد كيكتبوا عليه كتب في اوروبا كيعرفوا به لو غوا ستابيليزاتور عبقري الله ينصرو ضرب ليها الحساب وفهمها عارف ولاد البلاد كي دايرين عارف عقليتهم عارف كل شيء مشى دار الوسع مساحه دخل اسيدي دخل باغي مسؤوليه هاك باغي تخدم هاك اشنو دار؟ قال اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. علاش؟ لأنه هو راه ولد المدرسة ديال الحكم. الحكم كله عقبة ما هواش طريق مقادة ما هواش هبطة عقبة. قال لهم لا عدوا ركابي وطلع هما بنادم شحال طلعوا وتا اللي طلع النص وبدا كاين شي واحد شريب الماء كاين شي واحد يدفع لا ما كاينش دفع عاد ركابي ولا حيد. راه كذلك شبابنا ولادنا ولادكم راه ملي تشوف وتعنتت وتزير تمشي تخلعوا وتعنفوا ينفجر عليك. هما عنفوهم في سوريا اش داروا لهم؟ وارتكبوا خطا في مصر. كنا كنتمناو مصر تعطينا درس في المصالحه. فهنا خص الواحد يكون واحد ذكاء عبقري عنده، ملي يكون واحد المراهق عندك وتشوفه مزير معاك، ما بقاش يهضر معاك، سد عليه بيتو. كيعند معاك. شنو تمشي تدرس ليه؟ شنو واش دار با؟ قطع با الحوايج. خسر لهم لحيو ماركر حيد البيسي راه ما تيحبسوش انا تيعاون ليه اب هز ليه حوايج هز ليه ماتيريال باش كيخدم لورديناتور ديالو بورتابيل وحل شارج من حي كلشي قال لي هو دابا دير لي بغيتي
قال لي ابقي جامد. قلت له عينا ما وصلت لكم، ما تخسرش الاولياء، ما تخسرش مع العلاقه. ملي تشوف العلاقه ديال ولدك وبنتك تخسر سد فمك، ولا ديك الساعه قطع العلاقه مقاده. يا ما تقطع وماشي ماشي مصلحتك تقطع، لان غادي يرجع للكفره. مصلحتك هو ملي تشوف العلاقه كتوتر، معنيتها راه ما بقاش عنده المعلومه دائمه مسجله ديالك، بحال تبحث. ما تمشيش تشوف انت الفعل، شوف رد الهيبه ديالك، رد الوقار ديالك. باش بالحب، حنا برانيين، ما حنا عمامهم، ما حنا خوالهم، وتتستغرق لينا شهر شهرين ثلاث شهور تيوليو يحبونا اكثر من خوالهم، اكثر من عمامهم، اكثر من والديهم. علاش؟ بالتأني، بالسكوات، بنخرجوا منه الذكاء ديالو، نبهروه به بذكائه. فهنا يفوق غي طابليغ، جوج مراحل، الاولى غي طابليغ لوليا. باش غي طابليغ لوليا خاص يدخل على الخط الصالحين، دخل خالته على الخط ولعمته وشريو الدري بورتابل هكا ولدي، وكذبوا راه باك اللي عطى الفلوس باش شريناه لك، راه باك قال لي ندمت. مشي يجدو داك الرابط. استعملوا الكذب الابيض، باك اشنو با يا ولدي باك، قال لك ولدي غلط، ملي كان شي عليه حيد لك البورطابل، ما كانش يغوط عليك، ها هو دابا ها البورطابل ديالك، قال لك ها خليك عند خالتك ويوصلوك فليسات وكذا وكذا. اون غيطابلي لو ليان، الدري يرجع لعند خالته ولا عمته ولا يرجع للدار، ونديرو سقلا، ما كاينش الموضوع، خليه الدري، خليه. ثم اش كدير؟ كتعطي معلومه علميه، لانهم ذكيين وتيخافوا على راسهم وتيبغيو المعلومه الصحيحه. كتجيب واحد النهار شي فيلم وتتعيط لصحابه وتتلونسي هذاك الفيلم ولا توريه لهم، حول شباب تيعانيو من الادمان في اوروبا، في 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 كوريا، في الجابون، وشنو تيهددهم؟ سكته دماغيه. سكته دماغيه كتهدد الاطفال والشباب اللي كيستعمل لي جوب بواحد بواحد القوه الناغي السريما، تخيلتك كيطيح ميت بق. الشباب خصهم يعرفوا الحالات، دي روبورتاج كيديروا وتيشوف واحد المستشفى في كندا شنو وقع، في كوريا شنو وقع، في جابون شنو وقع، في الصين شنو وقع. كيدخل هو الانترنت كيطابي اري سيريبرال سويت لي ديزور سوكسيسيف دو جو، كيلقاها. كتلق واحد صاحبه كتجيبو، كتهور معاه، كتهلا فيك، تقول لي عفوا ولدي نزوق فيك، جر لي ولدي. هذاك صاحبه هو اللي غيجيبو لك، انت تتخبى كتولي انفيزيبل. وهذاك صاحبه تيبدا يديه الرياضه شويه، يلعب مع الكره، كيديه الهوند، كيديه يلعب معاه، يلعب معاه. مرحله بغي طابليغ لوليا ملي كنشوفوها رجعات العروق نبتو، النبته هزات راسها بدات كتقاد، عاد كندخلوا في لا غوستركتوراسيون. اللي مشى ديريكتو ما شنو قلت لكم؟ قلت لكم راه لقيت بزاف في الفكر الاسلامي العربي الامازيغي مركزين على ايش؟ على ما هو تربيه. مزيان، انتم شوفوا علم التربيه، الفقه الاسلامي والتربيه، العلماء والتربيه، العلاقه والتربيه، كل شيء تربيه. مزيان مزيان، ما كنقولش لا، ولكن لا درتها غايه، ماشي هي الوسيله. حنا مأدبين مع العلماء ديالنا، مأدبين مع الفقهاء ديالنا، مأدبين مع المسؤولين ديالنا، مأدبين مع 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 مع, مع الاداره، مأدبين مع الامن، هذا هو الادب التربيه. ولكن مع هذه التربية عندنا قوة كبيرة في التحليل وفي طرح السؤال وفي الحرية وفي الجرأة على طرح المواضيع اللي كيعاني منها المجتمع بكل وضوح وباحترام. فالمرحلة الثانية لا غوستركتوراسيون، هنا خاص لابد اللي يرجع لون غيطابلي لوليا، ما يدخلش الأب والأم على الخط في لا غوستركتوراسيون. يفو فيغ أبيل، هنا كاين خبارة، كاين دي سبيسياليست دو لا ريستركتوراسيون، لو تيير، واحد الوسيط، باش كيبقى الاب والام في الدور ديال المحبه، ديال في المقام ديالهم، وتيتحمل المسؤوليه معاهم واحد الوسيط، باش حتى لو وقع شي زعزعه ولا غضب هذاك الوسيط، تيبقى حر الطفل والشاب يقول له لا، وتيبقى الوالد محميين. الخطا هو اللي كيدفعوا بعض لي زيكسبير الوالدين هما يدخلوا في لاكسيون دو ريستركتوراسيون، وهو لادوليسون معروف بانه واحد المرحله خصو يرفض، سواء عندك حق ولا انت خاطئ، غير يرفض، خصو يرفض. فالوقيته اللي كتكون انت في لاكسيون ما كيكونش حاميك واحد النائب فاعل. على شنو هو الفرق ما بين تونون ليو اي ليو دنون؟ شوف الترجمه ديال
هل الذوق ذوي الفكر وذوي الحكر. شكون هما ذوي الحكر؟ السلاح المغرب حكر على أسرة الأم، المال في المغرب حكر على أهل تجارها والناس ديال رؤوس الأموال. الفكر ماشي حكر على أهل العلم، لا هو لأهل العلم مفتوح لكل شيء. فالليوتنون هو اللي عنده سلاح ولا عنده المال ولا عنده قرار. أنتونو ليو هو أهل الفكر. ولدك صغير كيشوفك الليوتنون با صاحب القرار مو صاحب القرار، كتعطي الفلوس خاصك توصله واحد المرحلة وتقلب تقول له أنا كنت من 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 أنا صاحب، أنا القرار حكر عليا والسلطة البيت حكر عليا. دابا إحنا ماشي لعبنا هذا المستوى السلطة باش نقول لك راه حنايا السلطة حكر علينا، لا نحن أهل الفكر. ها علاش ولدي درت هك، ها علاش درت هك، كيولي ولدك وبنتك تيفهم علاش انت رافض. دراسة أمريكية دابا يلا خرجت بينت بأن المراهقين والمراهقات في ممارستهم العلاقات الجنسية هما يعني باقي ما مزوجينش ما كتدخلش أكثر سعادة وهما ما كيمارسوش. بروفيسور بالنسبة للأسية نصيحتك لها اللي ما لقاتش يعني عندها قدرة أنه تربي هذاك الولد وصب له مشاكل ذاك الرفض ديالها. دابا الإنسان تيقولوا العروبية تيقول واحد مركب واحد معاه في ظهر الحمار حاشاكم تيقول إلى أخرك حز تيقول لي ظهر الحمار قصير بيناتك حز ظهر الحمار راس غيور يعني خصك تصبر يدبرك ونزحام ويوصلك لأنك فقير ما في حالك. احنا والله أعلم أصلنا مسلمين ايش كنقول الله أعلم لأن ما بقاتش غتقولها بفمك راه ساهل تقول انا مسلم سهلة راه خاصك تبينها بالامتحان اللي غيجيك. على سهلة في الوقيته ديال الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة خلاو ديورهم خلاو التجارة ديالهم خلاو كل شيء مشاو على رجليهم حفيانا راه اللي لاباس عليه اللي مشى راكب فوق عود مر أغلبيتهم حوفات عورات. وشكون اللي سترهم ووكلهم وسكنهم؟ شكون؟ أهل المدينة. وصول الحجاج قول لهم واش المعاملة اللي كتلقوها كنت تشوف الحج مع أهل المدينة بحال اللي كتلقوها مع أهل مكة وما رجعوش فيهم خير ولكن هما سولوا أهل المدينة أكثر لطفا ورقة وشفقة في الضعف. تخيل حتى أنه بعد أهل المدينة طلق مرته عنده جوج العيالات مزوج جوج ولا ثلاثة كيطلق وحدة باش يزوجها لواحد خوه جاي من مكة ما عندوش مرة باش يتزوج. عندك تسحب هذه راه سهلة شي واحد يفهمها باش يقراها بالسفة هذه راه قمة ديال لابنيغاسيون. سكنهم معاهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كيخاوي ما بين هذا وتيقول هذا خوك هذا خوك هذا خوك هذا خوك. شتي المغاربة تيقول لك اتساع الخاطر. هنا بنتي آسية غادي نوقف عليك الهمة الكبيرة لأن أنت بنت درويشة راجلك درويش ساكنين في دار أمه اللي أمها هو وياها في دار أمهم ساوين. وقع اللي وقع عندها دارها ولا ما عندهاش دارها السيدة مطلقة راه مضروبة العين فيها. عرفتي شنو هي مطلق؟ مطلق يعني رابت لك عمارتك كنتي باني واحد العمارة وماشي تشقق لك حيط ولا رابط رابط دار غير مكان. تخيل طلاق راه كتريب واحد البنيه كيريب وخاصه لك كان طويل الا كان واحد مزوج 7 سنين و8 سنين و9 سنين و10 سنين ولا تيريب ليه البنيان عرفت شنو هي راه ريب كيريب يعني السيده راه مضروبه على راسها. نازروها ونشدوا ليها ولدها هذيك مسلمه ولادها مسلمين وماشي ماشي تحس براسها دارينا خدامه في الدار وجابوا لها الدري والدراري لا 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 تحس براسها هذيك اختها وكلت دق وجات
بحال مشيشه جابت القطيطات، اعز حاجه عند الواحد راهي ولادو، جابت ولادها حطاتهم لان خايفه ما تعرفش تربيهم ولا تقدر فيهم ولا تدير. تحاول هذيك اختها تحاولها وتشوف العطفه اللي غتنال من راجلها ومن موات راجلها ومن هذيك الدرويشه. راه واحد النهار ما تعرفش الوقت كيفاش الدور خير. والله يا ودي والله ما تعرف كيفاش الدور الوقت تولي هذيك عمتهم هي اللي كتنفق عليهم في بكري ودير لهم العرس. الانسان يحسب في المستقبل دابا اش كيدير. شكرا لكم مستمعينا ونتمنوا لكم مساء سعيد برفقتنا على ميدغات جو الاذاعه القريبه منكم. بكل وضوح برنامج التحليات الاجتماعيه بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل ولا التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربه والمغرب. مرحبا بكم بالتحيه ديالكم بالصراحه اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس. انتظرونا مرحبا بكم.